بعد 20 عاما من الاحتلال الأمريكي الإجرامي لأفغانستان، وبعد حكومات أمريكية من حيث الدعم والمساندة وتنفيذ الخطط والتعليمات، عاد الطالبان من جديد لتعيد صورة الإسلام إلى الواجهة، ولتعود وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحكومة الجديدة لضبط البوصلة وإقامة الدين الإسلامي الحنيف في حياة الناس، في الأسواق وفي الشوارع وفي المدارس وفي المشافي وفي المؤسسات الحكومية وغيرها. ومع عودة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عادت أبواق الشر والرذيلة بقوة لتشوه حركة الطالبان محاولة ذلك، ولتشوه الوزارة الجديدة بوصفها وزارة الرعب. ربما الرعب لكل مجرم على أرض أفغانستان، ربما الرعب لتجار المخدرات على أطرافها، ربما الرعب للسارقين لخيراتها، ربما الرعب للفاسدين والمفسدين في الأرض.